سماء الجزائر تشع تسامحا وتعايشا. جامع الجزائر الشامخ على أرض الجزائر، أرض الوسطية والاعتدال، حصن إفريقي عربي ومتوسطي، يشرف على تدشينه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد استقباله من قبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، ليتابع بالقاعة الشرفية لهذا الصرح الديني المتميز فيلما وثائقيا عرض مراحل إنجاز هذا القطب الإسلامي بحضور كبار المسؤولين في الدولة وضيوف على أعلى مستوى من مشايخ وعلماء من مختلف الحواضر الإسلامية في العالم. رئيس الجمهورية رفقة ثلة من العلماء يدشن جامع الجزائر بكل مرافقه التي تعكس ارتباط الجزائر بالدين والفكر الوسطي. جامع الجزائر حصن الأمة، الجامع لحضارتها، الضارب في الأعماق، والتي عكسها متحف الحضارة الإسلامية بالطابق 23 لأعلى منارة في العالم، أين عاين رئيس الجمهورية مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يروي محطات هامة من التاريخ الإسلامي والثوري للجزائر، ويؤرخ للحقب تعالى فيها قلم علماء هذه الأرض الطيبة من خلال نسخ من القرآن الكريم وكتب العلم والفقه. مرافق أخرى لا تقل أهمية عن نظيراتها في الإشعاع الثقافي والديني لهذه المنارة الجامعة لمختلف العلوم. وهنا كانت لرئيس الجمهورية زيارة للمركز الثقافي الذي يعد حلقة في عقد التنوير. رئيس الجمهورية استمع إلى شروحات حول أهم أقسامه من قاعات للاجتماعات وللمؤتمرات. تحفة أخرى للبحث العلمي تتسع 1800 مكانا للقراءة، تضم رفوفها مليون كتاب. مكتبة جامع الجزائر التي زارها رئيس الجمهورية ووقف عند إمكانيات هذه المكتبة والخدمات التي تقدمها للطلبة الباحثين في شتى العلوم. حاولوا باش يكون عندكم كتب اللي تكون مرجعية للصرافة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، لأن الشرح صلاحية المشايخ، ما الطلبة يخرجوا باش يشتغلوا في مناصب أخرى، التكوين تاعهم يكون تكوين اقتصادي علمي من قانوني إلى آخره. إذن والمكتبة هذه عكس المكتبات الأخرى مثل ما قلتي، فيه ضوابط، كتاب اللي يدخل هنا لازم يكون موافق عليه حتى ما يكونش فيه انزلاقات وما هو خارج عن تقاليدنا وعن ديننا الحنيف وعن الوسطية تاع أجدادنا وأبائنا ومشايخنا. إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله. الدور الأساسي لهذا الجامع المنارة وهو لنبذ العنف والتطرف، حيث أكد رئيس الجمهورية على تكريس النهج الديني القائم على الوسطية والاعتدال. تكون المدرسة يعني بشعاعها تاع الوسطية، كل ما هو خارج الوسطية راه عنده ناس، احنا ناسنا تاع وسط تاع الدين الحنيف، من لا تطرف ولا غلو من انتشار الإسلام، لأنه يستولى على القلوب، يستولاش على الأجساد ولا بالقوة ولا بالعنف ولا بهذه ولا إن شاء الله. الله يوفقهم، يوفقنا معكم إن شاء الله. لأن القرآن منهاج حياة، تعد دار القرآن صرح ديني ومدرسة وطنية عليا للعلوم الإسلامية، أعدت لتستقبل أزيد من 300 طالب وطالبة في دراسات الدكتوراه وما بعد التدرج من داخل وخارج الوطن، حيث استمع رئيس الجمهورية إلى عرض وشروحات حول دار القرآن وهياكلها ومختلف أقسامها، بالإضافة إلى المبنى البيداغوجي الذي يضم مدرجا يتسع لأزيد من 300 مقعد. قاعة الصلاة التي تعد فريدة من نوعها حجما وجمالا، أدى فيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صلاة الظهر رفقة كبار المسؤولين وثلة من علماء الأمة.
منارة بشعاع ديني وثقافي تحمل مقومات أمة خطت تاريخها عبر العصور بأقلام من ذهب.